أهلا من جديد. قلم هو تطبيق معايدة جديد يحوي رسائل فنية ثلاثية الأبعاد أطلقته شركة جوجل بمناسبة شهر رمضان المبارك. التطبيق الذي تعاونت فيه جوجل مع 9 فنانين وخطاطين عالميين يتضمن أكثر من 35 عملا فنيا ثلاثي الأبعاد يمكن لمستخدميه من مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان وكذلك عيد الفطر. كما يتيح قلم الشروع في اختيار رسالة التهنئة ونوعها ولونها وشكلها حسب ذوق المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية تحميلها على الهاتف المحمول قبل إرسالها، ويمكن التطبيق المستخدم أو يمكن التطبيق المستخدم من حفظ الرسالة على شكل صورة ثابتة أو متحركة أو فيديو. ومع اقتراب الشهر الفضيل واحتفالات جوجل به عبر رسائل تهنئة ثلاثية الأبعاد، أحببنا أن نعرف منكم مشاهدينا عن الطريقة التي تفضلون إرسال التهاني بها بمناسبة رمضان، وسألناكم ما نوعية التهاني أو رسائل التهاني التي تفضل إرسالها مع دخول شهر رمضان. الإجابات جاءت على النحو التالي: 17% قالوا أنهم يرسلون رسائل باسم الشخص المرسلة له، أما 19% فيفضلون إرسال رسائل عامة أي البرودكاست، أما 14% فقالوا أنهم يرسلون صورة للتهنئة، والأغلبية أي 51% فقالوا لا نرسل رسائل. ودائما مشاهدينا لمعرفة تصويت الحلقة ومعرفة كل ما له علاقة بتفاعلكم ندعوكم لمتابعة حساب البرنامج على تويتر الظاهر على الشاشة. استعدادات السعوديين لرمضان ظهرت ضمن نتائج الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، نتابع.